بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. هكذا ينطلق شوطنا الثاني الذي يحمل لنا في طياته الجعدان الفطامين. هكذا ينطلق هذا الشوط بهذه الأعداد وبهذه الأسماء المشاركة والمنطلقة والباحثة عن الفوز والانتصار مباشرة إلى شاهين وأحمد بن سيف بالقاوي الدرعي. يقدم لنا انطلاق قد شاهين بينما المركز الثاني التواصل من مشكور وسهيل بن محمد راعي الشيجة العامري يقدم لنا راعي الشيجة شعاره بينما المركز الثالث شاهين وسعيد بن مبارك بن عذعيث العامري بينما ثالث رابع الأسماء التدخل بن شاهين لسعيد بن مبارك بن عذعيث العامري أيضا يقدم اسمين رائعين بينما الوصول الآخر من شاهين لسهيل بن دحبة بن قنزول العامري هنا يتقدم مع شاهين ولكن العودة مع اللي غير الصدارة غير المركز الأول شاهين وأحمد بن سيف بالقاوي الدرعي هنا هاوي هاوي المقدمة هنا متابعين الكرام يأتي بهذا الأداء الرائع بالقاوي مع المركز الأول وأحمد بن سيف بالقاوي الدرعي يقدم لنا هذه الانطلاقة وهذا الاندفاع شاهين الله الله هذا هو شاهين يتقدم في اللحظات الأخيرة بهذا الأداء الرائع والجميل. تهانينا لأحمد بن سيف القاوي الدرعي أسعدت مساء يا مالك شاهين على الفوز وعلى الانتصار المركز الثاني. هناك الدخول لمشاهدينا الأعزاء ومتابعي الكرام القائد سهيل بن خيرات العامري بينما المركز الثالث المركز الثالث شاهين لسهيل بالدحبة بن قنزول العامري. إذا تهانينا مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام لمالك شاهين أحمد بن سيف القاوي الدرعي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. والتوقيت الزمني 1:46 17 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار.